ثلاث عندها دلوقتي ربنا يديها الصحة وتوجه عمرها حوالي 96 سنة. الكلام ده الكلام ده كان يوم الخميس اللي فات يعني تحديدا أول امبارح. اسمها ميسيس ليندا، وبالصدفة البحتة وليس المرتبة إن في التغيير الوزاري الأخير كان في ثلاثة من نفس المدرسة. لما إحنا بنتكلم عن المدارس هي صارمة وشديدة في الديسيبلين وفي كل ما يخص الناحية التعليمية والناحية الأخلاقية والناحية الأدبية، حتى الملابس، حتى بتراجع كل حاجة نفسها. كان زمان المدارس في أماكن المطعم، كانت هي تروح المطعم كل يوم الصبح علشان تراجع بنفسها على جودة الطعام اللي هيجي للولاد. يعني مهما قلت طبعا يعني احنا اتعلمنا في البلد دي، واذا كان عندنا اي فضل حصل لنا يبقى من معلمينا اللي هم المدرسين. ده ياخدني الى طب احنا ليه كده؟ احنا ليه وصلنا للمرحله